لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما نشرته الصحف العراقية والعربية والعالمية من مقالات، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تشن حملة دهم وتفتيش جديدة في قضاء الطارمية. في العربي الجديد، تجريف القرى العراقية المتنازع عليها، أربيل تنفي وبغداد تتجاهل. في صحيفة المدى، الكاظمي في السعودية غدا لبحث ملفات الكهرباء والحدود واستراتيجية أوبك. في الشرق الأوسط، بعد تنسيق روسي إسرائيلي، ضربات جديدة لمواقع إيران في سوريا. في القدس العربي، قوات حكومة الوفاق تتوجه للجبهة مع اقتراب معركة سرت. في الخليج الإماراتية، روحاني 25 مليون إيراني أصيبوا بكورونا و35 مليونا عرضة له. وفي الاندبندنت العربية، منظمة الصحة تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا. السلام عليكم. سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء على الأوضاع الأمنية في مدينة الطارمية شمالية بغداد، وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الهجوم المسلح الذي أودى بحياة قائد عسكري بارز يوم الجمعة الماضي عاد المدينة إلى واجهة المشهد الأمني مجددا، خاصة مع حزمة من البيانات والتصريحات التي اعتبرت تحريضية ضد المدينة. وأضافت الصحيفة أن سكان الطارمية يدفعون ثمن الفشل الأمني والطائفية السياسية. الصحيفة أشارت إلى أن مدينة الطارمية والقرى المحيطة بها شهدت حملة عسكرية كبيرة بحثاً عن منفذي الهجوم الذي أودى بحياة قائد اللواء 59 في الجيش العراقي العميد الركن علي غيدان. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الحملة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر واحد والسابعة منذ مطلع العام الحالي، إذ نفذت قوات الجيش والشرطة فضلاً عن فصائل الحشد الشعبي عمليات اعتقال وتفتيش واسعة في مناطق كانت تلك القوات نفسها قد أعلنت تأمينها وتدقيق سكانها أمنياً قبل أيام قليلة خلال عملية أبطال العراق التي أطلقها الجيش في المدينة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في مجلس مدينة الطارمية المحلي قوله إن الهجمات التي تجرى بين وقت وآخر باتت توحي بأنها مقصودة بشكل أو آخر لممارسة سلسلة مضايقات على السكان، لافتاً إلى أن الضابط الذي قتل كان من الذين أحبهم سكان المدينة وتعاونوا معهم. وتضيف الصحيفة أن سكان المدينة باتوا يعتقدون أن هناك جهات تريد أن تستهدف المدينة لغايات معروفة ولم تعد خافية على أحد، معتبرين أن المدينة ضحية بسبب موقعها الجغرافي الذي فرض عليها حسابات طائفية وسياسية تتعلق بالانتخابات وثقلها السكاني وسط فشل أمني واضح. وتنقل الصحيفة عن الشيخ محمد المشهداني أحد أعيان المدينة إنه مع كل حدث أمني يدفع السكان الثمن بالاعتقالات والتضييق، معتبرا أن جزءا كبيرا من أهالي المدينة باتوا يرون أن هناك يدا تعبث بالأمن من أجل غايات سياسية وأخرى طائفية، سواء بعمليات إرهابية مفتعلة أو بتسهيل دخول إرهابيين عبر ثغرات يعرفونها هم. حذر المركز الأطلسي في واشنطن من أن موجة الاغتيالات التي يشهدها العراق هذه الأيام تهدد بتصعيد أعمال العنف في البلاد، وتذكر بما مر به البلد من أحداث مماثلة مارستها الميليشيات خلال الفترة بين عامي 2004 و2008. واقترح المركز في تقرير له جملة من الخطوات التي يتوجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشروع بها لكبح ميليشيات إيران ومنع انزلاق البلاد في المزيد من أعمال العنف. يشير التقرير إلى أن الميليشيات الموالية لطهران وعلى رأسها كتائب حزب الله هي على الأرجح المسؤولة عن اغتيال الهاشمي لأنه كان مقرباً من الكاظمي. والكثيرون يعتبرون عملية الاغتيال رسالة لرئيس الحكومة مفادها توقف عن التدخل في شؤون الميليشيات وعملياتها الإجرامية.
ويرى التقرير أن اغتيال الهاشمي يمثل فرصة جيدة للكاظمي للبدء بالتحرك ضد الميليشيات، على اعتبار أن الاحتجاجات أثبتت أن العراقيين غير راضين عن هذه الجماعات الخارجة عن القانون والتدخلات الإيرانية. ويتابع التقرير بأن التحرك يجب أن يشمل جميع الميليشيات وأن لا يقتصر على كتائب حزب الله، لأن القضاء عليها لوحدها فيما لو نجح لن يجدي نفعاً، على اعتبار أن الميليشيات الأخرى الموالية لطهران ستملأ الفراغ. وبحسب التقرير فإن هناك طريقان يمكن للكاظمي سلكهما لمواجهة الميليشيات. الأول، وهو الذي بدأه بالفعل، يتمثل بالمواجهة المباشرة، وهذا يتطلب إزالة أي ميليشيا مسيئة من هيكل الدولة الرسمي. ويحتاج الكاظمي أيضاً وفقاً للتقرير إلى قوات أمن جديرة بالثقة وقادرة على منع أي عمليات انتقام تقوم بها الميليشيات، كما أنه بحاجة لدعم شعبي واسع لخطواته، وبخلاف ذلك ستفشل المواجهة ويدخل العراق إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن. ويختتم المركز الأطلسي تقريره بالقول إن المعطيات على الأرض تشير إلى أن الكاظمي لا يمتلك الأدوات اللازمة للمواجهة المباشرة مع الميليشيات، وهو ما بدا واضحا في ردة الفعل التي تلت عملية اعتقال عناصر حزب الله في منطقة الدورة ببغداد ودخول أنصار الميليشيات للمنطقة الخضراء. قدمت لأهالي محافظة نينوى وتحديدا مدينة الموصل الكثير من الوعود للبدء بعمليات البناء والإعمار فيها، ولكن هذا لم يحصل على الرغم من مرور 3 أعوام على استعادة السيطرة على المدينة. أياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن الأحداث التي تلت انتهاء العمليات العسكرية عكست مديات وأفاق وأهداف الحملة العسكرية التي استهدفت حياة وروح المدينة وأبنائها بحجة الإرهاب وأدواته وتواجده. الحملة العسكرية سعت إلى تدمير الموصل وتحطيم البنى التحتية وهدم معالمها الحضارية وشواهدها التاريخية ونزوح أكثر من 1,000,000 نسمة إلى مخيمات النازحين، تاركين وراءهم بيوتهم المهدمة بعد الوعود الكاذبة التي قدمت إليهم للبقاء في مدينتهم وعدم مغادرتها، وأن الحكومة وأجهزتها الأمنية ستتكفل بحمايتهم. والذي حصل أن الآلاف من المدنيين العزل أصبحوا جثثاً تحت الأنقاض بعدما طالهم القصف الجوي والصواريخ الموجهة وقنابل الحاون. ذهبت المدينة ضحية الأساليب والخطط العسكرية الموضوعة التي لم تراعي حياة المواطن ولم تجد آذاناً صاغية لإعادة ترتيبها وإعدادها بما يتلائم والحفاظ على المدينة وأهلها، فذهبت الأرواح وهدمت البيوت وقصفت المستشفيات والمدارس والجسور والمساجد والكنائس، وأصبحت صور الخراب والدمار شاهدة على مأساة مدينة وحياة شعب وأيام عجاف وضعت هذه الأساليب وتم تنفيذها بحجة مواجهة الإرهاب وتشكيلاته وضرب أدواته. سيبقى الجرح نازفاً ومؤلماً في مدينة الأنبياء والصالحين، مدينة الحضارة والتاريخ، مدينة المفكرين والشعراء والفنانين، بوجود 450,000 نسمة من أهالي محافظة نينوى في معسكرات النازحين. والأهم من ذلك كله هو استشهاد 45,000 مواطن مدني من السكان المحليين ووجود ملايين الأطنان من الأنقاض لم ترفع لحد الآن. الكاتب يرى أن هذه هي صور الحقيقية والوقائع الميدانية والإحصائيات العددية التي توضح حجم المأساة الإنسانية التي طالت مدينة الموصل وأهلها، وابتعاد حكومة بغداد عن جميع تعهداتها والتزاماتها بإعادة الحياة للمدينة وإسعاف أهلها وتقديم الدعم والعون لهم وتعويضهم للبدء بإعمار دورهم والعودة لأسواقهم ومتاجرهم وإعادة الحياة لمدينتهم. لا قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي، مراقبة كل التحويلات المالية من وإلى العراق، انخفاض عمل الشركات الاستثمارية لتعرضها إلى الابتزاز. هذه أبرز مكاسب العراق بعد وضعه من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسين عمران يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إن الوضع في العراق بات مهددا بالانهيار الاقتصادي بسبب وضعه على قائمة الدول التي تفتقر إلى معايير منع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
هذا ليس جديدا على العراق، إذ سبق وأن وضع في هذه القائمة منذ عام 2016، وقد حاول الاتحاد الأوروبي مساعدة العراق للخروج من هذه القائمة عام 2018. وبدلاً من أن يستفيد العراق من هذه الخطوة الإيجابية لتحسين صورته ووضعه الاقتصادي أمام العالم، راح يغل في مشاريع يشوبها الفساد، بالإضافة إلى استمرار مزاد العملة الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي نافذة واسعة لغسيل الأموال. صحيح أن العراق تحرك دبلوماسياً في الفترة الأخيرة لرفع اسمه من هذه القائمة، وذلك حينما اتصل وزير الخارجية فؤاد حسين هاتفياً بنظيره الألماني هايكو ماس، لكن مثل هذه القضايا المهمة لا يمكن حلها باتصال هاتفي كما يحدث في العراق حينما يتم إطلاق سراح مجرم باتصال هاتفي، أو حينما يتم تعيين شخص ما في موقع مهم باتصال هاتفي أيضاً. فهناك متطلبات محددة ومعايير ثابتة على العراق الالتزام بها قبل أن يطلب الجهات المختصة برفع اسمه من هذه القائمة. إن هذا الملف يمكن حله من خلال البنك المركزي العراقي الذي التزم الصمت ولم نسمع منه أي تعليق، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر البنك غير ملتزم بالمعايير المهنية في التعامل مع مزاد العملة الصعبة الذي يسمح بغسيل الأموال بشكل كبير. وبحسب الكاتب، فإن وضع العراق في هذه القائمة سيقلل الكثير من الفرص الاستثمارية، خاصة أن الشركات الاستثمارية تتعرض للابتزاز متعدد الوجوه من قبل الميليشيات التي تأخذ الإيتاوات من الشركات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير محمية نتيجة هذا الابتزاز. استنفرت القيادة الفلسطينية في سعيها لمواجهة خطتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن ورئيس حكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة. ماجد كيالي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن ذلك الاستنفار افتقر إلى العديد من المقومات التي تضفي عليه معنى، أو التي يمكن أن تترجمه إلى إجراءات عملية تفيد بتعزيز صمود الفلسطينيين وتعزيز مكانتهم إزاء ذلك التحدي الأمريكي الصهيوني. ثمة مسألتان أساسيتان هنا، الأولى تتعلق بغموض ما تريده القيادة الفلسطينية وما يفترض منها توضيح موقفها ومصارحة شعبها بذلك وبما يمكن عمله. مثلاً، هل هي تريد حقاً طي صفحة اتفاق أوسلو وملحقاته؟ أم تريد تحسين شروطها التفاوضية على أرضيته؟ أو هل تريد معاودة السير في خط المفاوضات على ما تفيد بعض التصريحات الصادرة عن بعض مسؤوليها؟ أم تريد القطع مع تلك العملية لانتفاء شروطها المناسبة وتحولها إلى مجرد إملاءات؟ أما المسألة الثانية فهي تتعلق بحقيقة أن تلك القيادة في استنفارها افتقرت إلى أوراق القوة اللازمة لها لتدعيم موقفها ومكانتها في الصراع ضد إسرائيل، فمنظمة التحرير باتت مهمشة لصالح سلطة تحت الاحتلال، وهذا التهميش حصل بيد القيادة الفلسطينية ذاتها أكثر من أي طرف آخر، والفلسطينيون في الخارج أي اللاجئون باتوا خارج المعادلات السياسية بعد أن انتقل مركز الثقل إلى الداخل، وبعد أن أضحت المنظمة مجرد فولكلور فلسطيني أو مجرد منبر للمناسبات. المشكلة فوق كل ما تقدم أن الفلسطينيين يواجهون استحقاقات خططي صفقة القرن والضم في شروط دولية وإقليمية وعربية صعبة ومعقدة وغير مواتية للغاية، وفي وضع تراجعت فيه مكانة القضية الفلسطينية في أجندة كل الأطراف. الكاتب يرى أنه إذا لم تحدد القيادة الفلسطينية ما تريده وتحسم أمرها وتغير الطريق وتعيد بناء البيت الفلسطيني على أسس جديدة وتصارح شعبها، فإن الوضع الفلسطيني سيصل إلى حائط مسدود. تناولت صحيفة الجارديان البريطانية حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى أواخر العام الحالي. وقالت الصحيفة في مقال للكاتب جوناثان فريدمان إن الاستطلاعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية تظهر تقدم بايدن على ترامب. الكاتب يقول إن لم نكن منزعجين تماماً مما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لوجدنا أنه من الأسهل أن نقول وبصوت عال إن جميع الإشارات تدل على هزيمة وإزاحة دونالد ترامب في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
ودعم الكاتب ترجيحه بالاستطلاعات الأخيرة التي لا تظهر تقدم بايدن فحسب، بل تشير إلى أن 72% من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجه نحو المسار الخاطئ. وأضاف الكاتب أننا تعلمنا منذ 4 سنوات عدم الاعتماد على استطلاعات الرأي، وأنه يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً أصوات الولايات التي تشهد معارك والتي تقول إن بايدن يتقدم فيها أيضاً. ويتساءل الكاتب، هل ستخطئ هذه الاستطلاعات أيضاً؟ وتحدث الكاتب عن ارتباط ولاية ترامب بوضع كارثي بلغته البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 77 ألف إصابة في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 3 ملايين مع وفاة أكثر من 130 ألف أمريكي. وأشار الكاتب إلى أن تعامل ترامب مع الأزمة زاد الأمر سوءاً، مذكراً بتقليله من خطر التهديد ودعوته إلى رفع الإغلاق باكراً. ويقول الكاتب أن ترامب أراد اقتصاداً قوياً، لكن اقتصاد البلاد الآن تحت الركام بفعل سياساته، الأمر الذي زاد من فرصة إزاحة ترامب من منصبه أكثر مما فعل أي منافس آخر. في رحلة وتجوال استمرا 10 سنوات، رصد المهندس المعماري محمد أمين يلمز قيام 18 بلداً كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية بتحويل 329 معلماً أثرياً تركياً، معظمها جوامع ومساجد، بالإضافة لتكايا وأضرحة إلى كنائس. وبحسب موقع الجزيرة نت، تشمل هذه المعالم تحويل 117 جامعاً في بلغاريا، بالإضافة إلى 7 تكايا وأضرحة ومدرسة واحدة إلى كنائس، وتحويل 74 جامعاً و19 ضريحاً ومؤسسة خيرية ومصليين في اليونان إلى كنائس. وتمكن يلمز من رصد وتحديد الجوامع والمساجد والتكايا والأضرحة التي تم تحويلها، وأيضاً المآذن التي تحولت إلى أبراج لأجراس الكنائس. انطلقت رحلة يلمز من منطقة البلقان، ثم قام بتوسيع دائرة بحثه في ضوء المعلومات التي حصل عليها بحسب إفادته لوكالة الأناضول. وقال، في البداية ركزت على المجر وبلغاريا واليونان، لأن أكثر الأبنية التي تم تحويلها إلى كنائس موجودة في هذه البلدان الثلاثة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.